أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي هنا الآن. اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2016 اللي نقترحوا فيه عليكم المواضيع التالية: من الحكومة إلى المعارضة، لقاء خاص مع السيد سليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر للحديث عن تداعيات هذا القرار، لماذا، كيف وإلى أين. عملية اغتيال في وضح النهار في مدينة صفاقس والمستهدف مهندس طيران تونسي محمد الزويري. الخلفية والرواية، سيكون معنا الصديق الشخصي للضحية وسيكون معنا مباشرة من قطاع غزة صوت إعلامي. سيسلي مرحبا بك. مرحبا. ماشي الأمور؟ الحمد لله. اليوم الكلوب عنده انترينمون ولا؟ اي بيان سور. تخليها واحد ولا ساعات تمشي ولا تمشي؟ لا نمشي توا ندخلوا للوتيل. رغم انه نطر اليوم ترينات الجماعيه. ترينيو في صاله في اريانا. ترينيو اليوم في صاله في اريانا، معناها عندك المعطيات، الامور مريقله. خلينا نبداو بالسياسه من بعد، بعد ما نشوفوا التقريرات. سليم الريح اسم دفاع على الساحة بقوة بعد ثورة 2011 ونجح في 5 سنوات باش يتموقع سياسيا ورياضيا من خلال ترأسه لحزب الاتحاد الوطني الحر ونجاحه في ترأس النادي الإفريقي أحد أهم النوادي في تونس. سليم الرياحي شخصية رافقها الغموض والتساؤلات الكبيرة، شخصية توجهت لها العديد من الانتقادات وخاصة التشكيك في ماضي الرجل والثروة الكبيرة متاعه. رغم كل ذلك سليم الرياحي يواصل العمل ويبحث عن مزيد التموقع داخل الخارطة السياسية وهو لا يبالي بكل الاتهامات والانتقادات. بعد ما قدم ترشحه في انتخابات 2014 وبعد ما فاز حزبه ب 16 مقعد في الانتخابات التشريعية الفارطة، نجح الرياحي من خلال نتائج حزبه في التواجد ضمن الائتلاف الحاكم بأربع وزارات. اليوم وبعد ما شارك حزبه في وثيقة قرطاج وبعد ما كان جزء من مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ومكون أساسي لها، يختار الرياحي وحزبه الانسحاب بعد ما رأوا في عدم التزام حكومة شاهد بمحتوى وثيقة قرطاج وعدم أهلية بعض الوزراء في تواجدهم داخل هذه الحكومة. سليم الرياحي يصنع في هذه الفترة جدل كبير، خاصة بعد ما أطلق حزبه وبمشاركة حركة مشروع تونس مشاورات بهدف تشكيل جبهة سياسية تهدف حسب رأيه إلى إعادة التوازن إلى المشهد السياسي. جبهة وإن كانت في بدايتها فهي تمثل وجوه بارزة خاصة من نداء تونس مثل رضا بالحاج والرميلي وخميس قسيلة. تحركات سليم الرياحي في هذه الفترة جعلته ينتقد عمل الحكومة ويتهم رئيس الجمهورية باستيلائه على صلاحيات رئيس الحكومة، واعتبر أن وثيقة قرطاج هي عملية تحيل وتحويل السلطة من قصر الحكومة إلى قصر قرطاج، ودعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إلى التخلي عن السلطة وترك المجال إلى انتخابات مبكرة. واعتبر الرياحي أن رفع الحماية الأمنية عليه في نهاية هذا الأسبوع كان نتيجة لتصريحاته الأخيرة. سليم الرياحي، من الحكومة إلى المعارضة، فما الذي تغير وما هي أسباب هذا التحول؟ سليم، تقريبا مفاجأة بالنسبة للساحة السياسية أنه طرف يكون في الحكم ويكون قوة ثالثة في البلاد ثم يخير الاتجاه نحو المعارضة، بناء على أي قراءة أنجزتم هذه النقلة؟ شكرا للاستضافة. طبعا ممكن الناس تشوفها مفاجأة ولكن هي مش مفاجأة، احنا من حكومة الحبيب الصيد و كنا ديما نديو بتشريك الأحزاب، العمل ببرنامج الأحزاب، برامج الأحزاب. اليوم كي تجي تشوف في الساحة السياسية نداء تونس اللي هو يعاني في مشاكل، الاتحاد الوطني الحر اللي هو حزب كقوة ثالثة اليوم توجهنا لل، مانيش باش نتكلم على النهضة ولكن توجهنا للناس، توجهنا لهم برنامج. اليوم عندنا مشكلة، البرامج اللي سطرتها الأحزاب وتقدمت بها في الانتخابات مش لم يقع العمل بها، لا مع سي الحبيب الصيد ولا اليوم مع حكومة الشاهد. هذا هو السبب الحقيقي، معناها احنا اليوم لقينا رواحنا في السلطة ولكن بدون سلطة، بدون تطبيق للبرنامج، بدون تشريك حقيقي. هذا هو اللي خلينا احنا ننسحبه، خلي الحكومة تخدم على روحها واحنا قاعدين نخدموا على اساس نحضروا روحنا للمرحله القادمه. هذا معناها العمليه ما فيهاش، يعني انسحبتوا لانه تبين لكم انكم ما تحكموش ببرنامج حزب الاتحاد الوطني الحر.
لا هما البرامج متقاربه. الائتلاف الحاكم برنامجه متقارب، ومن بعد مشينا لوثيقة قرطاج اللي هي تأكد على العمل الحزبي والبرامج اللي تم تقديمها، هذا هو، وتلافي الأخطاء اللي كانت في حكومة الحبيب الصيد. ولكن لقينا روحنا في بالعكس، يمكن مشينا أبعد. الحكومة إذن اليان حكومة جوس الشاهد تطبق برنامج من سيستيم؟ لا برنامجها هي اليوم. شكون هي؟ كحكومة يوسف الشاهد، حكومة يوسف الشاهد شكل حكومته بناء على رؤية معينة خاصة به هو. لم يقع تفادي الأخطاء اللي كانت موجودة في حكومة الحبيب الصيد. طريقة المنهجية في تشكيل الحكومة نفس المنهجية نتاع سي الحبيب الصيد، رئيس الحكومة موجود، مجموعة يختار هو تركيبة الحكومة، الوزراء، وانطلق. هذا هو اللي صار. احنا مش ممكن كونه نمشيو في نفس الطريق اللي هو مشى فيه، مشينا فيه مع كان من المفترض سيستيم. من المفترض شنو هي الصوره المثلى؟ يعني المفترض عندنا الدستور، عندنا قانون يحدد المساله هذه كيف تتم عمليه الحكم في تونس. عمليه الحكم في تونس، احزاب قدمت انتخابات، تم انتخابكم في البرلمان، اي ايش تعملوا؟ كان في نظام برلماني، الاحزاب هي اللي تحكم. واضح اليوم الاحزاب تم الغائها، وخاصة كي مشينا في حكومة سي يوسف الشاهد انتهت نهائي. نظريا سيستيم، نظريا يقول لك الدستور يقول الحزب الأول يقترح منه رئيس الجمهورية شخصية يرشحها للرئاسة الحكومة، وهذا اللي يحصل. لا نظريا رئيس الدولة، نحكي على بعد عدم تجديد الثقة في حكومة سي الحبيب الصيد من البرلمان، رئيس الدولة يختار الشخصية الأقدر ويقدمها للبرلمان لتشكيل الحكومة. حتى خارج الأحزاب الفائزة؟ أي حتى خارج الأحزاب الفائزة. إذن هاو سليم الوضع. اختار يوسف الشاهد. اختار يوسف الشاهد، ولكن الاتفاق اللي تم في كارتاج كونه اليوم اعتبار الأحزاب اللي ممثلة في البرلمان هي أساس الحكومة القادمة، طبعا بالتشاور معها في جميع التفاصيل وتشكيل الحكومة، وإحاطة رئيس الحكومة بالأحزاب اللي ممثلة في البرلمان واللي مشاركة في الحكومة، وننطلقوا في العمل. هذا علاش ما تمش؟ هل أنه ما تمش لأنكم ما رقيتوش رواحكم في حكومة يوسف الشاهد؟ بالعكس احنا تم عرض وزارات وكتابة الدولة على الاتحاد الوطني الحر، واحنا رفضنا، معناها شو ما لقيناش رواحنا. ولكن سنعيد نفس العملية اللي تمت مع الحبيب الصيد، حزب مشارك في الحكومه وعنده زوز ولا ثلاثه وزراء وزوز كتاب دوله، مش هذه للتاريخ سي سليم. قداش تم عرضوا عليكم بالضبط للتاريخ المفاوضات؟ ما يسالش فرصه. احنا زوز وزراء وزوز كتاب دوله، وفي المرحله اللي بعدها كانت وزير مستشار مع لدى رئيس الحكومه مفروض. يعني هكا كانت الحزمه نتاع المقترحات مع يوسف الشاهد في المفاوضات اللي باشرتها انت مع يوسف الشاهد. كان قال لكم اقترح عليكم زوز وزراء، زوز كتاب دولة، ومرحلة لاحقة مستشار لدى رئيس الحكومة. وهذه قال لك على الوزارات ولا لا؟ لا فقط تفهمتوا على الكوتا هذه. هي الكوتا الطبيعية، معناها على حسب تقسيم ولا على حسب أحجام الأحزاب ولا حسب هذا اللي تم الاتفاق عليه. ولكن رئيس الحكومة هو اللي يلزم يختار الأشخاص اللي شاركوا، وهو اللي يختار الوزارات اللي احنا معناها نتقلدوها، نكونوا موجودين فيها. ورغم ذلك عبرتوا عن مساندتكم لحكومه يوسف الشاهد حتى وانتم خارجها، لكن اليوم بعد ثلاثة شهور تقريبا تقطعوا حبل التواصل وبشكل كامل. شنو هي النقطه اللي فاتت الكاس؟ اش فما؟ ما فما حتى شيء. احنا اليوم يعني بناء على مراكمة هذه لا، ولكن ما فيش انصدام، ما فيش كذا. لا انت هو بين العملية كونه احنا مشاركناش في الحكومة، اللي هي حاجة غير طبيعية. يعني انت كي تشوف العملية بالكامل، كي تلقى الاتحاد الوطني الحر اللي هو ادفع بيوسف الشاهد وبحكومة الوحدة الوطنية ومش موجود فيها، انتم ما حبيتوش. هي طبعا احنا ما حبيناش بناء على ديمارش غلط، وكهو المنهجيه غلطه، وتكهنا كونه ماناش مش نوصلوا الحل، ماناش مش نحلوا مشاكل. هذا هو الاساس. ومن بعد طبعا اللي وصلنا له اليوم طبيعي جدا،
الناس مستغربة منه، ولكن طبيعي جدا، خاصة كونه احنا مشينا للمعارضة ومشينا للمعارضة من الأول، احنا تحملنا المسؤولية وصوتنا على الحكومة. الناس كل تعرف كونه أعطينا أصوات الحكومة والاتحاد الوطني الحر 100%. ولكن ما يحصل في البلاد اليوم من عدم تطبيق للوثيقة، عدم محاربة الفساد بطريقة واضحة، المشاكل مع المنظمات الاجتماعية، هذا يخلينا عندك حاجتين، يا تسكت وكهاو تتبع، وإلا تاخذ موقف. وإحنا حزب ياخذ موقف، معناه بطبيعتنا من أول يوم حتى في حكومة الحبيب الصيد ناخذوا في مواقف، ناخذوا في مواقف، والحاجة الغالطة نقولوا عليها. اليوم خذينا قرار كونه ننتقل للمعارضة، أمر طبيعي ما فيش مشكلة، معناه عبرت على الكلام هذايا، تموقعنا، ما نشوفش كونه فما مشكلة كبيرة في الموضوع هذايا. معناه حزب موجود كان في السلطة انتقل إلى المعارضة، مش موافق على طريقة عمل الحكومة، هذا أمر طبيعي جدا. قرار سليم الرياحي أم قرار الاتحاد الوطني الحر؟ خلينا نقول كتلة الاتحاد الوطني الحر، اليوم سمعنا تصريحات يقولوا سليم الرياحي تسرع، محسن حسن الأمين العام للحزب يحكي على تسرع، يحكي أنه هذا سليم الرياحي اللي ما نعرفوش، اللي معناها ما هو سليم الرياحي اللي مستنسين به، اللي ناقشوا، اللي كذا، هكا عبر محسن حسن اللي هو قيادي في حزبك. يعني ما هوش قرار متسرع تاخذه سليم الرياحي في إطار انفراد بالرأي في داخل المجموعة وداخل الكتلة، كتلتك اليوم معاك في الموقف؟ أكيد هذا أمر مؤكد، والناس كل تبعت وكل شيء احنا موثق. انت كي تجي تشوف اليوم المجلس الوطني اللي عملناه، الناس كل رافضة تصويت على الحكومة، على حكومة الشاهد. هذا قبل جوست بعد تشكيل الحكومة، بعد عرضها على البرلمان. أي. اليوم مشينا مع التيار وقنعنا الناس الكل ومنهم الكتلة كونه لابد مسؤوليتنا الوطنية، كونه والبلاد في أزمة نصوتوا للحكومة، وصوتنا للحكومة. ولكن تبين بالكاشف كونه القرار الأساسي اللي كنا مش نتخذوه قبل التصويت لحكومة الشاهد هو القرار الصائب اللي احنا جيناه اليوم. معناه أجلنا عملية الانتقال للمعارضة بثلاثة شهور، هذا هو اللي صار في الاتحاد الوطني الحر. ما يزعجكش أنكم قد تكونوا ضيعتوا على رواحكم فرصة أنكم تكونوا داخل الحكومة قاعدة تحقق وفمك تقول هي في مكاسب وانجازات بالنظر لصغر عمرها؟ ثلاثة شهور أنجزت اتفاق تاريخي مع الاتحاد العام للشغل، نجحت في عقد مؤتمر استثمار، رجع الضوء الاقتصاد للبلاد، الوضع الأمني ما زالت ماسكة به بدون انفلاتات تذكر بمثل ما كان في السنوات الفارطة، يعني فيه مكاسب فيه انجازات. يعني ما يخافش سليم الرياحي هو مغروم بالربح انه انتقل من فريق رابح الى معسكر مشكوك في امره ومستقبله غير واضح المعالم؟ هو الديمقراطيه فيها معارضه وفيها حكم، من المفروض كونه احنا لكون الحكومه تخدم وتعطي وتقدم الافضل لابد من معارضه وراها تدفعها. اليوم ما عندناش معارضه، هذا رقم واحد. ثاني حاجه، ما نحبش نطيح المورال للعبيد، ولكن النجاحات اللي تكلم عليها ما ويني، ما شنو النجاحات، ويني النجاحات اللي تحكي عليها؟ مش كان مفترض الحكومة في ثلاثة شهور؟ وين انت توا عملت لي مؤتمر، عملت مؤتمر استثمار، مؤتمر استثمار مازال نتائجه ما مش باينة، معناها مؤتمر تدين الاستثمار يلزمنا نشوفوا حاجات ملموسة بيان سور، هذه حاجات نعرفها أنا، مش لازم، معناها الوقت هو اللي باش يبين كونه العملية نجحت ولا ما نجحتش. إعلاميا عملية إبهار باهية، ولكن بالملموس مازال ما فما حد شيء، ومعناها وما فماش حد شيء يوضح وإلا يعطيك كونه فما استثمار مش يكون في البلاد. معناها يعني احنا شفنا اللي صار والوعود اللي تمت كلها وعود للتدين للبنية التحتية للكياسات محطات تحلية، ما فماش مشاريع كبرى للتشغيل، ما فماش الكلام، مازال مش موجود اتحاد العام التونسي للشغل. بالنسبة للاتفاق، ما هوش اتفاق كذا، وكأنه كيفاش ما فهمتش سيد سليم الرياحي، ما فهمتش أنه يوسف شاهد يقصد فيكم أنكم كنتوا تنتظروا في الدورة أن الأمور باش تتصاعد مع الاتحاد والاتحاد يمشي في الإضراب العام، هذاك عليه مشيتوا ساندتوا أنتم، أنت نفسك يعني وفي موقف لافت، حزب ليبرالي ساند اتحاد الشغل، معناها اللي موجود على اليسار في العادة في علاقة بحقوق العمال، ومشيتوا وقلتوا احنا مع الاتحاد ومع موقف الاتحاد،
وكنت تنتظروا الامور باش تتصاعد، لكن الحكومه انجزت مفاوضه جبدت بالناس الكل في الجانب هذا وخلتكم في التسلل. كيف ترد على المقاربه هذه؟ وين المعقول في الكلام هذا؟ هذا الكلام كله مش معقول، لانه اتحاد الشغل جزء من اتفاقيه كارتاج، من المفروض هالشهرين اللي عديناهم من فوضى ما يكونوش موجودين. مفروض نتفقوا كمكون اساسي في الاتفاقيه، اتفاقيه كارتاج، اتحاد الشغل، نتفقوا معاه وتمشي الامور بسلاسه. اليوم دخلنا في معركه مع اتحاد الشغل، مع المعلمين، مع الصيادله، مع الطب، مع مع المحامين، مع الاطراف الكل. هل هذا معقول؟ شوفوا معناه شنو هو. احنا قلنا حكومه لابد يكون عندها طابع سياسي مسيسة تعرف تتعامل. هذا هو اللي كانت عندنا مشكله فيه في حكومه الحبيب الصيد. اليوم نلقاو احنا في مشاكل مع الناس كله، ضيعنا برشا وقت. وشنو الانتصار اللي صار مع اتحاد الشغل؟ امضوا الاتفاق وتم الغاء الاضراب العام احنا علاش يكون فما اصلا اضراب عام؟ معناها تتخلق المشكله وكي نحلوها نخلقوا المشكله وكي نحلوها من بعد يولي نجاح. منين جاء النجاح؟ واليوم فما اضراب المعلمين موجود 50%، تم هذا الكل اتفاق كان مفروض يحصل من نهار الاول. اولا، ثانيا شنو الصناعه والتجاره زاد حتى هم مش كانوا مش مشاركين في اتفاقيه كارتاج؟ نعم. مش مفروض هم يكونوا القاطره لبعث المشاريع ودفع رجال الاعمال وحل مشاكلهم؟ اليوم جيناهم قلنا ما انتم تدفعوا في الضرائب ومش نزيدوكم 7.5%، والناس المتهربه من الضرائب ماناش باش ندوروا به. اتحاد الشغل شنو هي مشكلته الاساسيه؟ هو علاش هذا صحيح؟ لانه برنامج الحكومه اليوم والطريق اللي ماشيه فيه ولا قانون الماليه ما فيه حد شيء يثبت كون الحكومه هذه مش توفر موارد. ما فماش، يقول لك انا ما عندكش برنامج مش تجيب به فلوس، باي انا ناجل لك حتى ل 2017 ولا 2018، باي ومن بعد كيفاش باش تعمل؟ منين باش تجيب فلوس يا سليم؟ شنو؟ ما هو تجيب فلوس من مصادر التمويل التقليديه المعروفه، البنك الدولي عندها مفاوضات معاه وتستنى في الترونش نتاع القرض. كيفاش تو كلام؟ انتم كنتوا في اتفاقيه كارتاج ناقشتوا الحكايه، قدمتوا مقترحات؟ طبعا عندنا اول حاجه كاستثمار لابد نمشيو للمشاريع اللي موجوده ومقدمتها برامج الاحزاب. عندنا مشكله الفساد مساله كبيره برشا، وترشيد نفقات الحكومه، نفقات الحكومه من لي فورماسيون وترشيدها باللي زيتود معناها بالحسابات نجم توفر 2000 مليار هك. اي انجزتوا دراسات علميه؟ دراسات موجوده. ترشيد النفقات، ترشيد الحكوميه، ترشيد نفقات الحكومه توفر لك 2000 مليون دينار. انا اليوم 2000 مليون دينار قول الحسبة كبيرة، 1000 مليون دينار ترشيد نفقات الحكومة ما نجموش نمشيو بها لدفع المشاريع الخاصة للشباب في المناطق. مش هذا جزء؟ هذا جزء. أعطينا هذا كهو نكونوا على الأقل في الانتخابات القادمة نقولوا احنا حققنا جزء من برنامجنا، هو دفع المبادرة الخاصة، دفع بعث المشاريع الصغرى للشباب، نضمنه في الشباب، نضمنه في شباب. هو موجود، الحكومة أعلنت على إجراءات من هذا النوع، عقد الكرامة، القروض للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بدون ضمانات، يعني هذه إجراءات أعلن عليهم حزبة إجراءات أعلن عليهم رئيس الحكومة. لا لا، اليوم تسمع كونه مجموعة من الإجراءات ومن بعد تجي تشوف التفاصيل وراها تلقاها معقدة جدا. كلمة المسكن الأول والعشرة سنوات، فما تعقيدات، ما فما سلاسة في العملية، ما هيش واضحة. معناها ما من الصناديق في الولايات، وقلنا هذه صناديق فيها هذا صندوق فيه 200 مليون دينار للمنطقة الفلانية، راهو هذايا اليوم مش نحطوا لجنة في الولاية مش تبدأ تستقبل في الملفات والمشاريع. كل تونسي عنده مشروع يمشي يقدم ويختاروا المشروع الأفضل ويبدأوا يمولوا. احنا كي 1000 مليون دينار نخصوا للمشاريع هذه حتى نخسر 70% منه ربحت نتسمى. هذا هو اليوم. انا احنا اليوم موقفنا خذوه في بعدوانيه ورده فعل غريبه اللي قاعده تصير. اليوم ما فما حتى مشكله. الاتحاد الوطني الحر حزب موجود كان في الحكم، اليوم انتقل للمعارضه باش يحضر روحه للانتخابات القادمه، يحب يتخلى في جبهه مش تكون هي بديل، تخلق التوازن وانتهى. هذا موجود. نحب نلتقط منك كلمة تقول لي ردود فعل عدوانية وقت اللي انتقلنا المعارضة ولينا نحكيه بالشيء هذا. يعني سليم رياح يشوف روحه اليوم أصبح مستهدف بردود فعل عدوانية؟ طبعا.
كيف؟ أكيد أنت من طرف شكون وكيف؟ أي كي تجي تشوف أنت اليوم فما عملية استفزاز كي يجيوك في البرلمان يقول لك احنا مش نعملوا لائحة سحب ثقة من النائب الثاني في البرلمان. هذا قيل لكم أي طبعا اليوم في البرلمان إعلامي بسحب الحماية الأمنية اللي متوفرة تم إعلامك رسميا؟ يا علموني المرافقة اللي معايا علموني كونه نهار لحد آخر نهار معناها شنو معناها؟ معناها هي المرافقة بربي سيستيم تابع الوزارة الداخلية من رئاسة الجمهورية؟ لا رئاسة الجمهورية يعني وتم الاتصال به قالوا لك رانا باش اي طبعا المرافقة قالوا لي راهو حتى النهار لحد وعليه تعتبرها استهداف يعني علاش؟ معناها هل تربطها بتصريحاتك هذه؟ علاه ربطتها بال شبهتها وجهتي؟ ما قالوا لكش ما قالوا لكش انت ساعه كيف حطوا هذا قدموا لك تبريرات كي حطوا لك لا انا ما طلبتش انا حمايه لا انا بناء على تهديدات ارهابيه هما قالوا لك فما هما طبعا ورد اسمي في تهديدات وفروا لي حمايه من الانتخابات وهذا هو وقعدت اليوم من المفروض كي يتصلوا بي يقولوا لي كان التهديدات تنتهي نهار لحد بعد لحد الامور واضحه اوكي ولكن ما فماش بطريقه المرافقه يكلموك قالوا احنا حتى النهار لحد. ثاني حاجه اليوم انا رئيس حزب برلماني عنده كتله برلمانيه والاحزاب البرلمانيه عندهم اليوم اجتماع بهم اليوم سي يوسف شاهد اجتماع بالاحزاب الموقع على وثيقه كرتاج تقريبا وظهر لي ما كنتوش موجودين علاش؟ ما جاتناش دعوه لم يقع دعوتكم اي لم يقع دعوت وكنت تنتظر انه يقع دعوتك من المفروض علاش هكا اعلنت الانسحاب من وثيقه كرتاج اعلنت تنسحب وبعد يقع دعوتك لا طبيعي شوف اليوم الدوله ما لازمهاش ترد الفعل ما تردش فعل بينا اعلنت اليوم عندنا مكتب سياسي مشي يجتمع نهار الاثنين مش ياخذ قرار رسمي وكتابي ومكتوب ويتبعث ما مازال ما صارش الاجراء هذا من المفروض الدوله ولا الحكومة ما تتعاملش بردة فعل يا أخي فما اليوم أنا كنت في اجتماع توا كنت في اجتماع مع مجموعة ولا التيار اللي هو رغم اللي صغير مش اللي هو مساند للحكومة داخل الاتحاد الوطني داخل الاتحاد الوطني الحر شنو موقفهم الناس هذوما حتى هما في معناها كانوا يدافعوا يعني ايش معنى كي تقول لي الكلام هذا يدافعوا على الخيار بمساندة الحكومة اليوم الحكومة تتصرف في تصرف معناها عادي ما تصرف انفعالي من المفروض الإجراء يتم كان يستدعيك ما حضرتش شنو أنت طالب الحكومة أصبر عليا يعني بعد ما قلت لها راني سيء طلقتك ومشيت للمعارضة باش تقعد تلحلح بيك سي سليم لا وتقول ما أنا ما أنا تقعد تستدعى فيك لا أنا لا, لا أنا, أنا من أنت قطعت أنا تستدعيني من قطع حبل الود لا أنت ولا هي احنا بالنسبة لنا صرحت وقلت احنا انتقلنا الى المعارضه وهذا واضحه العمليه ولكن اليوم كاجراء رسمي لابد كون اي فما امكانيه في الاجتماع نهار الجمعه انه يخالفوك العباد ويقولوا لك لا نقعدوا في الحكومه وانت لا احنا الى حين نجتمعوا ينجم واحد من المساندين هالتيار اللي في الحزب ينجم يمشي يحضر الاجتماع ويبلغ الاسباب الاساسيه اللي احنا اعلنا فيها الكلام هذا ما صارش أنا نحكي لك على اليوم طريقة التعامل هي اللي نحسوا فيها معناها مش منظمة ما تحسش فيها قوة نتاع دولة وكاريزما نتاع دولة هذا هو اللي قلقني كيف يجيك أنت يقول لك نحي لك الحماية الأمنية شنو معناها؟ معناها أنا يا نكون معاك يا برا أمشي برا أحمي روحك وحدك ودبر راسك كلام هذا مش معقول معناها شنو هي ردة الفعل هذه؟ هل تعتبروا موقف الحكومة أم موقف رئيس الجمهورية هذا؟ هو ما فماش فرق معنا بالنسبة لي ما فماش فرق معنا نفس الشيء الحكومة ورئيس الجمهورية ما فماش فرق بيناتهم سليم ريحي عندما ساندتم السيد باجي قايد السبسي في الدور الثاني للانتخابات ما كنتوش تتوقعوا أن هذا النتائج فيه معارضة كانت تتحدث على التغول فيه معارضة كانت تتنبه من إمكانية أنه هذا الشيء يحصل أنه السلطة في نهاية الأمر تتمركز في يد مجموعة واحدة ورغم ذلك صميتوا أذانكم أنا أذكر أنه حتى الرئيس المرزوقي التقاك قبل الدور الثاني وقت اللي أنت ما زلت ما حددتش موقفك مع الباجية ومع السيد المرزوقي يعني في نهاية الأمر ما كنتش تتوقع الشيء هذا؟ ما كنتش تتوقع أولاً
ثاني حاجة خياري مانيش ندم عليه، معناها في الوقت هذاك ما بين المرزوقي وسيلبيجي مشينا مع سيلبيجي، ما واضحة العملية. لماذا إذن الانقلاب اليوم على البيجي؟ ما هوش انقلاب يعني، سمعت قلت فيه ما لم يقله مالك في الخمر، رجل يعني يستبد بصلاحيات وغير قادر، حتى كان جاء قادر على ممارستها ما ينجمش يشتغل. الرجل يعني دعوته إلى أن ينسحب يعني في سابقة، يعني أول تقريبا كنت السياسي الوحيد اللي طرح المسألة هذه بوضوح، قلت له انسحب عام وخلنا نعمل انتخابات رئاسية مبكرة. أنا مش تحب تقول فيها أكثر من ذلك؟ هذا كلام عادي في أي ديمقراطية، من حقك كحزب تعبر على رأيك، رأيي يحب ياخذ بي ما يحبش ياخذ بي هذه مشكلته، ولكن أنا أعلنت كونه أنا راني غيرت من موقعي اليوم في كحزب معارض للتوانسة الكل، مش من بعد كي نمشي أنا في زيارة ميدانية ما يطالبني حتى حد يقول لي ايش عملت لي. أنا حاولت ما نجحتش مع المجموعة اللي موجودة توا، مشيت للمعارضة. ثاني حاجة أنا اللي طلبته من الرئيس يعني هذايا رأي، مش شنو، مش رأي نتاع رئيس حزب، من المفروض هو الناس تتقبله. وثاني حاجة سيلبيجي ما ننساوش في وقت من الأوقات إيش بيه الناس ما تغشتش، كي هو طلب بحل مجلس تأسيسي، طلب حل مجلس تأسيسي قبل الانتخابات، ما عادي مجلس تأسيسي منتخب بعد الثورة، عادي تقبلها. احنا توا وليت فما حساسيه، شنو هي الحساسيه؟ حساسيه مفرطه، انا نعتبرها امر عادي وضحت كونه راهو الموقع نتاع الاتحاد الوطني الحر كان هنا اصبح هنا، وهذه انطلاقه للحزب من جديد، وباش يمشي يخدم على روحه ويحضر روحه الانتخابات القادمه. ما عنديش الحكومه تخدم على روحها، الرئاسه تخدم على روحها، هذا موقفي وهذا ما اللي عشت في الفترة اللي فاتت، حوصلت وقلت للتوانسة ومشيت على روحي وانتهيت. باش نمشيو للمرحلة القادمة، هكا قلت سي تولينا في المعارضة، لكن يبدو سليم رياح اختار أن يمارس المعارضة من خلال التقاء جبهوي مع عديد الأطراف، أساسها حركة مشروع تونس، مجموعة الإنقاذ داخل حركة نداء تونس، وبعض المستقلين يعني والطيف من الشخصيات اللي أنتم بصدد النقاش معهم. في التقائكم مثلا مع حركة مشروع تونس، ما تخافش أنه يلتهمكم محسن مرزوق؟ علاش؟ شو يلتهمنا؟ أنه يدخلكم في 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 المناورة السياسية عنصر ضغط باش، طبعا نحن نحكي في منطق السياسة، خاطر في نهاية الأمر السياسة فيها المفاوضة فيها الكذا، يقوي الضغط على رئيس الجمهورية، يقوي الضغط على عائلته القديمة السياسية في حركة نداء تونس، باش من بعد يدخل في التفاوض ب وتلقاو روحكم أنتم في التسلل. والدليل اليوم عباد تحكي أنكم من خلال القاعدة بتاع اليوم بتاع رئاسة الحكومة أنه حركة مشروع تونس كانت حاضرة ولبت الدعوة وأنتم ما كنتوش حاضرين، وفي والعديد أطلقوا العنوان والوصف أنكم بقيتم في التسلل. تسويق كيف؟ معناها تسويق صورة، تسويق فكرة، ولكن مش هذا العمق نتاعها. احنا اليوم مشينا في مع مجموعة عنا نفس الرؤية، نشوفوا كونه اليوم ما فماش توازن في البلاد، نحبوا ناخذوا مكان، المكان اللي هو فارغ في الساحة السياسية اليوم كمعارضة وسطية ديمقراطية اجتماعية ما فماش. على نداء تونس ما يشكلش ذلك؟ لا، نداء تونس من المفروض كونه في السلطة، واضحة العملية. اليوم احنا نشوفه فما فراغ، التقات الرؤام بعض الأحزاب منهم المشروع كونه احنا نجموا نملاو الفراغ هذايا ونحضروا روحنا للمرحلة القادمة، كونه الكلمات نتاع محسن مرزوق ويلتهم هذه حكايات فارغة. معناها احنا اليوم مش الجبهة تكونت مش بناء على فراغ موجود في الساحة السياسية، لابد كونه نعبيوه ونخلقوا توازن باش تتكون الجبهة هي الساعة، ولا اي من المفروض ماشيين ماشيين في خطوات، واتفقنا كوننا لجنة فيها 6 أشخاص باش يعملوا وثيقة اللي نلتقيوا عليها. الأكيد احنا مشينا واحنا راهو مواقفنا متفاوتة، احنا ممكن مع المشروع متفاوتين، ما في المشروع مازال ما وصلش للمرحلة اللي احنا وصلنا لها، فهمت؟ هذيك مشكلة المشروع، وهو ياخذ قراراته داخل مكتبه التنفيذي وممكن عنده رؤية أخرى، ولكن احنا مشينا في خط واضح
معارضة وسطية تحاول تخلق بديل للتوانسة في المرحلة القادمة، نخدمه بطرق مودرن حديثة. نعرف اليوم كنجي نلقى أنا نداء تونس عنده 1,400,000 صوت في الانتخابات اللي فاتت، نلقى اليوم فما 700,000 صوت ما عادش ماشيين معاه، النهضة عندها 300,000 صوت. هذا منين جبتهم؟ هذا بناء على استطلاعات الرأي المجموعة طبعا. اليوم شنو مش خليه تونس في الدار في الانتخابات الجاية؟ ما عندنا انتخابات بلدية جاية، يلزم نحضروا بديل. وكهو هذا هو سميتوها الجبهة؟ مازال ما عطيناهاش فما مقترحات الان بالتسميات؟ مازال لكن الجبهة مع تقدير قضية البرامج وشغل الموقع، لكن في نهاية الامر تظل 2019 موعد الانتخابات الرئاسية، زاد رهان كبير. يعني فما برشا جنرالات في الجبهة، اعتقد انه يعدون انفسهم للتقدم للاستحقاق الرئاسي، خلينا نقول اقلها شيء انت او السيد محسن مرزوق. كيف سيتم الحسم في هذه الطموحات الرئاسيه؟ ساعه خلينا نسال سليم الرياحي، معني بالانتخابات الرئاسيه 2019؟ احنا اليوم في الجبهه هذه من المفروض تعطي اشاره عكس اللي قاعد يتم تسويقه، اشاره للناس كونه راهو اليوم الناس تجاوزت طموحاتها شخصية. معناها ما عادش عنا هيك الأحزاب الصغيرة لكل رئيس حزب شادد وحده على خطر يحب يدخل الانتخابات الرئاسية. اليوم فما مجموعة للجنرالات اللي تحكي عليهم داخلين في جبهة مع بعضهم تنازلوا من أجل تونس. اليوم سمعنا حتى التحاق سيد مصطفى كمال النابلي بيه، كان موجود في الاجتماع. فما شخصيات أخرى موجودة، والعمليات هذه تبقى ثانوية، سيقع الاتفاق عليها من بعد. سليم ديما تقولوا ثانوية ومن بعد كي يصحوا الصحيح الناس كل تتفرقع، والناس كل كذا، كل واحد يهز القطعية نتاعه ويمشي يقول واحد يوليت. يعني اليوم هل هل, هل معناها وضعتوا الإشكال هذا على الطاولة ولا بالوضوح؟ لا، مازال بكري عليه. أولا وما هوش إشكال هذايا اليوم، كي تبدأ الجبهة اليوم في التشكل، لو مش تطرح إشكالات من هالنوع سيقع حلها اليوم خير من اللي من بعد، خير من بعد الانتخابات. أنا نشوف كونه المشاكل تتحل اليوم، والمجموعة هذه تتفق مع بعضها، وفما طرق علمية، وفما أسلوب موجود في العالم في الأحزاب، كونه شكون تختار اللي مش ترشحوا لرئاسة الدولة. مازال بكري عليها، احنا عطينا اليوم نخلقوا توازن نتفاهموا من بعد. واليوم أنا نعتبر وجود الناس هذه مع بعضها، خاطر شنو هي مشكلة الأحزاب ولا التوانسة علاش متغشين على الأحزاب؟ اليوم نعتبر هذه عملية تصالح مع المواطن التونسي. يقول لك كل واحد حال عامل حزب وقاعد وحده ويحب يولي رئيس والطموحات، هنا الناس مع بعضنا توكي ولينا مع بعضنا، زاد فيها إشكالية. خلينا احنا من بعد في داخل الجبهة هاتوا تتحل المشكلة، المشاكل الصغيرة نعتبرها مشاكل صغيرة، المهم نقدموا، المهم نخلقوا بديل، المهم نخلقوا توازن للمرحلة القادمة. هذا هو. هل هي جبهة ضد النهضة سيد سليم الرياح؟ ما هي ضد النهضة. أنا معروف. شوف، كنا نستمع لبعض قيادات المشروع مثلا، وكنت استقبلت البعض منهم كما سي مهدي عبد الجواد، قال احنا زوز حاجات بالنسبة لنا ضد الإسلام السياسي. الجبهة الجمهورية قال على أساس أنه موقفنا واضح في قضية الإسلام السياسي، ومسألة الموقع الوسطي الاجتماعي. يعني هذا ضد الإسلام السياسي، هذا موجود بعض الأطراف من الجبهة تناقشوا مثلا مع الحزب الاشتراكي، ناقشتوا معاه تاع سي محمد الكيلاني، واضح توجهاته. سي مصطفى كمال نابلي زاد واضحة توجهاته، باش تعتمدوا قضية نحن أو النهضة. شوف اليوم التوجهات الاتحاد الوطني الحر كونه حزب براغماتي نتنافس بالبرنامج، وأحنا أو النهضة هذه عملية انتهت، معناها سلوغون في 2014 وما عادش مش سليم الرياح. يعني بالنسبة ليك عندك قناعة أنه هذه المسألة منتهي نحن أو النهضة ما عادش توكل في الحياة السياسية؟ لا، ما عادش توكل النهضة. بالنسبة لي نحن النهضة، شوف احنا الناس كل ضد الإسلام السياسي، ولكن الجبهة هذه مش ضد النهضة. الجبهة هذه لخلق التوازن، الجبهة هذه جبهة حدثية عندها برنامج مش تقدم به برنامج انتخابي للمرحلة القادمة. هذا هو النهضة اليوم. النهضة اليوم بناء على برامجها والديسكور نتاعها، كونه هي حزب يميني بعيد، معناها تخلى على الدين في السياسة، الفصل ما بين الدين والسياسة. ويلزم احنا كي نتلقاو الخطاب لابد كونه نتلقاوه بنوايا طيبة، مش لازم ان نشيطنوه ونمشيو على اساس هذاك. من بعد لو تبين العكس وقتها كلام اخر. لكن مشكلة اليوم مش كلام سي سليم، مشكلة قد تواجه اختبارات
هو ليترنال ريكومونسمون نفس الحكايه. 2014 تدخلوا في انتخابات 2019 نفس النتائج المتقاربه، تعاودوا نفس التجربه، تحكموا مع بعضكم. لا، هذا بالنسبه لنا هذا امر تكلمت فيه هنا من مده واضح. شوف، عمليه التوافق ضرت تونس هكا اكيد. انت كنت انت من العباد اللي دافعت على التوافق واجتماع باريس ولقيت هذه، فما فرق. اليوم تقول لي التوافق ضر تونس الدرجه هذه؟ معناها انت تخليت على قناعاتك سي خليتها في الحكم وخرجت ما تخلطهاش. فما قناعه التوافق للتعايش، مش نحكموا مع بعضنا ونقسموا السلطه. مشكله كبيره راهو بطريقه هذه. لابد من معارضه قويه. يعني تريد توافق للتعايش في المجتمع للتعايش. اما مش نقسم، مش نقسموا السلطه. شنو نقسموا السلطه؟ معناها نجيو للسلطه ناخذوها ونقسموا، وهذه عندك وهذه عندي، وانتهت العمليه. ومن بعد شكون اللي مش يتحاسب؟ شكون اللي مش يتحاسب؟ وشكون اللي باش يدفع اللي في السلطه لتحقيق البرامج؟ هذا هو معناها المعارضه. راهي هي جزء من الشعب في المعارضة باش يتحاسب مع الجزء اللي في السلطة باش يدفعوا لتنفيذ برنامجه. وكان مع الناس الطرف هذا، هنا مع بعضنا نقسمه وتمشي، والانتخابات الجاية كيف كيف وانتهت. معناه حزب واحد يعني بشكل رسمي داخل الجبهة. لو تم إعادة نتائج انتخابات 2014 ما كمش باش تحكموا مع حركة النهضة؟ هذا نأكد وانا من كرئيس الاتحاد الوطني الحر، مازلنا ما وصلناش للنقطة هذه، ولكن الواضح كونه لا مجال للحكم مع المنافس اللي عنده نسبة 25 أو 30% من الأصوات اللي هو النهضة. معناها لا مجال، معناها بالنسبة لنا واضح اليوم. وإحنا كنا نجمو نحكمه من غير النهضة، وكان حكمنا من غير النهضة. على ما اقترحتوش الشيء هذا؟ لا، اقترحته. الاتحاد الوطني الحر اقترحنا في بعد الانتخابات. بعد الانتخابات مع سلباجي اقترحت الكلام هذايا. ولكن اقترحت على سلباجي اي اقترحت شكون انه تشاركوا شكون الجبهه الشعبيه؟ حتى من غير الجبهه الشعبيه عندكم الاغلبيه. انت اليوم انت قانون انت قانون الماليه اليوم أي. انا راهو ديما نحب نوضح موقفي. انا مش مشكلتي مع النهضه، ولكن انا مشكلتي كونه لابد تكون فما قوى تحكم وقوى تعارض. اليوم قانون الماليه تعدى ب 122 نائب، احنا عن 122 اللي هو اهم حاجه، اللي مفروض القانون الماليه يتعدى باغلبيه، الاغلبيه 122 موجودين تنجم تشكل بهم حكومه. كنتوا تنجموا ال 122 تلموها بلاش النهضه؟ موجودين اي اكيد. من شكون؟ النداء والنداء واللو بي ال وافاق وبعض المستقلين موجودين. من رفض هذا المقترح؟ لا ما ترفضش هو، ولكن الرؤيه نتاع سلباجي في المرحلة ذيك كونه أن النهضة تكون موجودة لتوسيع. يعني الباجي قايد سبسي هو الذي دافع عن تشريك النهضة؟ أي أي هو اللي دافع طبعا، هو صاحب القرار في صاحب القرار حينها طبعا أكيد. واضح. الجبهة إذن الآن في المعارضة سليم الرياحي، معناها عندك ثقة في نجاح المشروع هذايا رغم يعني أنه تسيروا بنسق سرعة غير متوازي؟ انت ماشي توا في 120 كيلومتر في الساعه، المشروع في 80. جزء من نداء تونس الا يزعجكم انكم في نهايه الامر متحالفين مع جزء من نداء تونس؟ معناها وكانكم حطيتوا ساق ايضا في الخلافات داخل حركه نداء تونس. يعني عندك الثقه في نجاح رغم هل غياب التوازن؟ اليوم عندي ثقه او ما عنديش، مش هذا الاساس. انا بالنسبه لي انا من الضروري كونه تكون فما قوى لخلق التوازن في المعارضة، لأنه اليوم ما عندناش معارضة، رقم واحد. رقم اثنين، الناس قاعدة تلتحق، وهل الهدوء في النقاشات هو اللي يخليك تبني جسم صحيح وصحي، والناس تجي تشوف وتعرف التوجهات اللي هما باش نعلنوا عليهم الوثيقة اللي سيتم الإعلان عليها في الاجتماع القادم. والاتفاق سيكون رصين، ما فيهش حتى عدوانية لا مع حركة النهضة ولا مع الحكومة. احنا اليوم التقينا لبناء جسم جديد، ما نعرفوش مش يوصل يتبنى ما يتبناش. الأطراف الكل موجودة اليوم، مش تكون موجودة في هالجبهة، مش توصل لحزب موحد. احنا قاعدين نتناقشوا، وهذا عمل وطني نقوم به من أجل بلادنا فقط.
ومن بعد دوسمون ماشيين واحده واحده الى حين ان تتكون الجبهه ويتكون هالجسم هذا، وهدفنا هو جبهه سياسيه وتتحول الى جبهه انتخابيه ونمشي للانتخابات البلديه. هذا الهدف الاساسي، ولكن الهدوء مهم جدا لتفادي الاخطاء السابقه فقط. شككت في المحيط رئيس الجمهوريه من مستشارين، قلت انه يعني الناس هذو ماهوش في مستوى تحمل الأعباء ما هم مكلفين به، يعني أليس ذلك انقلاب مرة أخرى على نفس الموقف؟ كنت هذو بشركائك اللي تناقش معاهم، اللي على اتصال دائم في تنسيق دائم مع رئيس الديوان مع مستشارين الرئيس، ثم فجأة يصبحوا غير أكفاء سليم رياحي فقط لأنك انتقلت للمعارضة؟ أنا قلت أكفاء؟ ما قلتش. كنت هذو من الناس أنا مش دوري كونه نقيم الناس أكفاء أو غير أكفاء في موضوع معناها في 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 وقت ما يهمنيش تقييمهم، ولكن أنا لما تصبح الحكومة اليوم والدولة التونسية تسير من مجموعة ونشوف كونه مشاكلنا كدولة صعبة لدرجة كونه الناس اللي موجودة اليوم ولا أصحاب القرار غير قادرين كونه يسيروا دولة بمشاكلها وبوضعها، مشاكل الإرهاب، المشاكل الاقتصادية الاجتماعية، هذا هو معناه. أنا ما نسمحش نفسي كونه نقيم الناس، ولكن أنا نسمح نفسي كونه كحزب اليوم الناس اللي تسير في الدولة. كي قلت أنا الحكومة راهي انتقلت إلى كارتاج، نشوف كونه كارتاج أول حاجة النظام تبدل أصبح نظام رئاسي، ثاني حاجة المجموعة اللي موجودة في كارتاج غير قادرة، سهلة العملية مش معقدة، غير قادرة على اتخاذ القرارات الصائبة. كبر قوي، بدل النظام ننتقلوا إلى نظام رئاسي، نقولوا راهو النظام البرلماني هذا ما نجحش، ونعملوا استفتاء ونشوفوا كيفاش التحوير في الدستور، ثم ندعموا المجموعة اللي موجودة فقط. شنو أهم الاختبارات بالنسبة ليك اللي تقول الناس هذه ما نجحتش؟ شنو هي وين تشوف في علامات فشل هكا صارخة واضحة؟ أنا قاعد نتبع، لأنه إحنا مانيش بعاد. معناها اليوم نعطيك مثل بسيط، سياسة الصورة اليوم، السياسة الاتصالية سياسة غالطة. معناها أنا نشوف مانيش قاعدين نتعمقوا في حل المشاكل. أنت اليوم ما شفتش شنو صار في بيتروفاك؟ تشبيها بيتروفاك باهي. بيتروفاك نرجعوا بالتوالي، من عاش يمكن تعديت حتى في برنامج عندكم هنا كيفاش الناس تسلموا والحكومة أول نجاح لها حلت مشكلة بيتروفاك هكا ولا والوزير وإياد دهماني في قرقنا وحلينا المشكل وانتهيت، واليوم نلقاو بيتروفاك مش تغادر. هل هذا تعتبره نجاح؟ يعني جزء عملية، يعني هي عملية صغيرة اللي من المفروض أسهل حاجة تتحل، أسهل مشكلة نجم تحل، ورجعت بعد شهر ونص ولا شهرين. معناها احنا كنا نتوقعوا، يمكن متوقعين كونه الأسلوب اللي تم حل به الإشكال غير صائب غلط. كان عندكم بدائل؟ كان عندكم أسلوب آخر؟ كنتم طبعا شو أسلوب تمشي تتعامل، تمشي تتناقش مع خمسة من الناس، دولة كاملة وزير يمشي يتناقش مع خمسة ستة من الناس وما يحلش المشكل؟ لو كنتوا انتم اصحاب قرار ما كنتوش تتناقشوا مع الحوار، شنو البدائل؟ الحوار شنو؟ جربت حكومه حبيب الصيد الحل الامني فاش؟ ما هو هذاك كيفاش؟ في ابريل الفارط جربت الحل الامني؟ لا فما حلول اليوم، وفما حلول احنا اقترحناها، ولكن هما اختاروا الخيار هذاك والحل هذاك وفشل. واحنا اليوم مش في وقت فشل، معناها خاصة تجيني بيتروفاك شركة انجليزية تقريرها يمشي يهبط في البورصة الانجليزية، معناها نزيدوا نعمقوا المشكلة. احنا نحبوا نجيبوا عباد ولا نحبوا يحل المشاكل ومن بعد خلي العباد تجي؟ معناها اقل تفسير راهو العالم كله يسمع به. مهمة العملية، انا نشوف كونه لابد من الحكومة. احنا انا نحبها تنجح الحكومة، انا ما تقلقنيش. معناها نجاح الحكومة واحنا كنا موجودين في وسطها، ونجاحها من نجاحنا، واي انجاز تونس لا بد من اعاده بنائها من جديد. واي ومش الحكومه هذه اللي مش تبني تونس كامله، هذه الجزء اللي تبنيه لمصلحتنا. ولكن اليوم الطريق احنا مش موافقين عليه، ولا التمشي مش موافقين عليه، لهذا خيرنا كونه نبعد ونخليها تخدم على الروح.
سليم الريحي، الحوار شارف على النهاية، ما نجموش نتعداو بدون ما نحكيو على أنك يعني الأب بدا حاجة بتاع في مرحلة الانتقال الديمقراطي اللي عملت لهم خلوطة جلوطة بين الرياضة والسياسة. جيت عملت سلاح نووي اسمه النادي الإفريقي، دخلت في السياسة، عملت به الانتخابات، عملت بالاتحاد الوطني الحر، ديجا الألوان اخترتها ما نصورهاش بالصدفة، حمراء وبيضة كما الواحد، واختلط الحابل بالنابل. ما تتوقعش أنه حتى خصومك الآن وانت ماشي في المعارضة ويقول لك انت قاعد تقدم لنا في الدروس في النجاح، اي هاك انت في جمعيتك اللي انت تضرب بها المثل لم تنجح سليم الريحي، كيف تعلق؟ شكون اللي قيم انا نجاحي من فشلي في الجمعيه؟ عندك جبهه معارضه كبيره داخل النادي الافريقي. عادي الجماهير تعرف، جمهور الافريقي الذاكره نتاعو مش ضعيفه، قويه، ويعرفوا انا شنو عملت في النادي الافريقي. هذا هو هذا الرهان نتاعي اولا. احنا الضرب سليم الريحي بالنادي الافريقي هذه حاجه تعودنا بها، حتى الجمهور عرفها، واليوم الجمهور موجود ويدافع على جمعيته، واضح كان فما حاجه نكشفوها للناس الكل ويدافع على جمعيته، واحنا نعتبر في الطريق الصحيح. رغم المشاكل هذه اليوم برك اخبرت قبل ما تدخل للبلاتو عقل على طبيعي حسابات النادي الافريقي. طبعا اكيد العقل هذه طبيعيه وموجوده بناء على مشاكل، لما بالنادي الافريقي لازم تلقاها في الجرايد مهمه. على جمعيات اخرى فما عقل؟ اي طبعا عندهم عقل اكثر منا، ما متلقاهاش. اه بون؟ اي تلقى الخبر ما يهمش الصحافه. ترجي فيه عقل، تجري عقل؟ ما فيهش حسب رايك. نادي الصفاقسي تجري عليه عقل على حساباته؟ اكيد الكل الناس كل تصير عقل، وعقله توقيفيه من بعد يمشي المحامي يلغيها وتنتهي العمليه وديما عادي. معناها يعني وكان عندك مشكله تصفيها مع اللي عامل عقله، يا اخي الناس كل اللي تعمل عقل عندها حق، إجراء طبيعي تعمل عقلة، معناها تقوم بقضية وتعمل عقلة، وساعات يبعث لك في عنوان مش عنوانك، حكاية قضية المرتبات، قضية كذا. احنا أمورنا واضحة، ما عندناش حتى مشكلة، هذه تكلمت فيها 100 مرة، ما عندناش حتى مشكلة. ما عادي اليوم فما ناس مش خالصة 6 و7 شهور ما يتكلموش عليه، والنادي الإفريقي خالص حتى الفان أكتوبر والناس تشكي وتقول لك فما مشاكل. على غالب رهانات كسنا في الجمعية على ناحيه أسامة السلامي ساعة. لا ما نحيتوش. عمل شنو هو؟ قالوا نحيته من صف الشبان. لا لا مش صحيح الخبر؟ لا مش صحيح. أسامة السلامي مازال واحد من الاخبار. لا نقرا فيه كيما الناس الكل، كيما متابعين ما فهميش. احنا كنا يعني رسميا أسامة السلامي مازال هو موجود. مدير فرع نتاع الاصناف الشبان. ماهوش مدير فرع، هو مدير رياضي في الاصناف الشبان. الاصناف الشبان يعني فماش منه خبر غلط؟ لا خبر غلط مش صحيح. وتعويضه بحد اخر وكذا؟ لا لا كل حكايه. لا فما فوزي الصغير هو رئيس فرع الشبان، هذا التسمية اللي رئيس فرع شبان، لكن مع محافظة أسامة السلامي موجود. أسامة السلامي صلاحيته طبعا موجود. رهانات كسناء للجمعية؟ احنا مازال ما نجموش نتكلموا على رهانات اليوم، ولا باش تلهي بالمعارضة تو تقول لجماعة الفريق لا 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 لا. اليوم النادي الافريقي فما هيئة محترمة قاعدة تقدم في عمل نعتبره مرضي، فما جلسة عامة تقييمية باش نشوفوا وضعيتنا وين ونحكيوا على الرهانات في الوقت. مركاتو فما حاجة في المركاتو؟ أكيد فما. تأكدها؟ لازم. شنو هي لي بوست اللي بيجيب فيها؟ والله عند سمير فما 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 في الميليو في الأتاك فما ديفونس زادة فما خيارات، وهما اليوم باش بالسوق الداخلية ولا الأجنبية؟ فما أجانب وفما توانسة. صفقة كشك مع بنزرت مازال ماشية؟ طاحت ولا ما طاحتش ولا مازالت؟ لا مازالت. مازالت قائمة الذات؟ مازالت قائمة الذات، ما نعرفش عاد، يلزمني ان نجتمع مع المدير الرياضي وتشوفوا الحكاية ونشوف. واضح. سيد سليم الريحي رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، رئيس النادي الافريقي، مقدم حكينا عن النادي الافريقي، شكرا جزيلا. شكرا. على الحضور وعلى رحابة الصدر في الإجابة على أسئلتنا. عملية اغتيال في وضح النهار والمستهدف مهندس، سمعت بها العملية سي سليم؟ أكيد في صفاقس. تم تعرف صفاقس في طريق العين؟ اي تمت العمليه وانت تكلمت في بالي سمعت على اكيد. باش يجينا زاد اخبار من غزه مباشره. مؤكده عمليه فيها اختراق امني، ولا واليوم كي نجيو نتكلموا على استقاله مدير الامن الوطني اللي هو مش في وقتها، نعتبرها من المفروض ان المرحله هذه نستناو شويه نشوفوا شنو هي مشاكلنا. عمليه مهمه اللي صارت معناها
حسب المعلومات اللي واصلة كونهم بتنفيذ الموساد، لأنه الشخصية اللي تم اغتيالها المرحوم من المهندسين اللي يصنعوا في الطيارات بدون طيار، من فريق اللي طور الطيارات بدون طيار لحركة حماس. واضح تنشوفوا المعطيات بالطبيعة لهنا اللي تمكننا من جمعها. ندخل الفاصل الإشهاري وبعد نبدأ الجزء الثاني من برنامج.